تفهموا الخير. أحيانا لا يكون الصبر على الذل خور أو عجز أو ضعف، بل قد يكون عقل ورجولة واستشعار المسؤولية وتحسب للعواقب، وخصوصا بين الأزواج إذا كان في أبناء. يعلم العاقل من الزوجين أن التخلص من هذه العلاقة في راحة بال، لكن راحة بال مؤقتة ثم يتبعها عناء دائم وتبعات لا تنتهي، فيترك ما يحب من راحة البال والانتصاف للكبرياء لما يخشى من التفكك والضياع والقلق وغيره. على قول الزبير: وأجتنب البوائق حيث كانت، وأترك ما هويت لما خشيت. وفي الزواج خص لازم تلقى واحد صابر، لازم. على قول خلاوي: كم من صموت الحجل تبلى بعاقه، وكم عاقة بليبها وافر خصائل. ولا يصبر إلا العاقل والطيب والمدرك. المدلي اللي سمع لك كلمة انسد حزه من الغيظ، إنسان معرس قال بطلق، وإنسان موظف قال بفصل، هذا مو بشيء ضعيف. الدنيا تبي واحد صادر أدهانه يجمض ويمشي. بعض الناس إذا قال له المدير كلمة قال بستقيل، يعني ما يصبر على الذل الرجال، ونموت ما نظل مذلة والمهون. وهو عنده مره وبزوج، ولا عنده بيع ولا شراء، وعليه قرض منه وبنك تسليم منه. يعتقد أنه بتخلصه من هذا المدير سيتخلص من الذل، ما درى أنه توه يبدأ في الذل والحاجة والأسلاف ومنين الناس. فالإنسان يصبر على الذل الجزئي درءا للذل الكلي. رضيت ببعض الذل خوف جميعه، كذلك بعض الشر أهون من بعض.